بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات في ندوتنا لهذه الليلة. حاب أتأكد أن الصوت واصل عند الجميع، اكتبوا لي على الشات لو سمحتوا، أساس نبدأ إن شاء الله بإذن الله مع ضيفنا لهذه الليلة. اكتبوا لي الصوت واضح أو واحد. ممتاز، يعطيكم العافية. ندوتنا الليلة إن شاء الله ندوة مميزة وعنوان جديد وموضوع متجدد مع أحد أعلام التعلم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية. معنا ضيفنا اليوم الدكتور عبد الله الوليدي، مشرف العام على الجامعة السعودية الإلكترونية بفرع مدينة أبها، وأستاذ مساعد بقسم تقنيات التعليم وعميد التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد سابقاً. فحياك الله يا دكتور عبد الله، فلتتفضل. مشكوراً، يعطيك العافية. الله حيك. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعاً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الموضوع تم اختيار الموضوع هذا من المواضيع الجديدة، واعتبرها موضوع حقيقة لها أهمية كبيرة. تصميم المنصات بشكل عام، قد يفهم بعضنا نقصد فيه المنصات التعليمية، لكن المنصات التعليمية هي جزء من مفهوم المنصات أو التفكير باستخدام المنصات. ولو نظرنا حولنا، أغلب الأمور اللي حولنا هي عبارة عن منصة. عندنا على سبيل المثال تويتر، فيسبوك، كل هذه المرسول، أوبر، كل هذه الشركات، كل هذه المواقع، كي كيو إكس، كل هذه المواقع عبارة عن منصات. راح نتكلم إن شاء الله عن هذا الموضوع، عن موضوع المنصات، وإن شاء الله نكون فيه فائدة للجميع. طبعاً راح أبدأ من أنطلق من يمكن الصورة هذه مرت عليكم. هذا المدير التنفيذي ل شركة نوكيا. طبعاً نوكيا اللي استخدم جوالات نوكيا، يعني وصلت لمرحلة سيطرت على الجوالات على مستوى العالم. وهذا في لما بدأت الشركة تعلن إفلاسها وتتراجع أرباحها، كان المدير التنفيذي يتكلم وهو متألم، لأن لما وذكر أنه لم نفعل شيء غلط، يعني إحنا كل شيء سويناه صح. بالمناسبة نوكيا استثمرت تقريبا أكثر من 40 على مدى تاريخ أكثر من 40 مليار دولار في البحث والتطوير، وكانت سباقة لكل شيء جديد. لكن إيش سبب فشلها في هذه المرحلة؟ طبعا الجوالات نوكيا بعض الناس يعتقد أنها ما استطاعت أنها تتماشى مع السمارت فون، وهذا غير صحيح، لأن نوكيا كانت بدأت في إنتاج السمارت فون تشتغل عليه من عام 95، يعني قبل نوكيا، قبل آيفون وقبل الشركات الأخرى، يعني كانت سباقة الموضوع هذا. لكن كان في شيء هو الفارق بين انتهاء عصر نوكيا وانتقال عصر ما بعد نوكيا، اللي هو الإيكو سيستم أو البلاتفورم. أنت الآن لما معك جوال سواء الآيفون أو الأندرويد، معك منصة، هذه المنصة هي منصة تربط بينك وبين المطورين، وليست بينك وبين الشركة صاحبة الجوال سواء أبل أو جوجل. هي تربط بينك وبين المطورين، وهذا المفهوم اللي فقدته نوكيا وما استطاعت أنها تستوعب هذا الموضوع، أنها تفتح جهازها للمطورين. وكانت كان هذا سبب كبير في تراجعها. طبعاً بعد ما بدأت الموجة وبدأ ينتبهون، كانوا على وشك الاتفاق مع شركة جوجل أندرويد، لكن تراجعوا أيضاً عن الاتفاق في آخر لحظة واتفقوا مع مايكروسوفت. وللأسف أنه كان القرار الخاطئ وفي الوقت الخاطئ طبعاً. وفي الأخير طبعاً اشترت نوكيا. الشاهد من القصة هذه أنه كثير من الأمور تغيرت واختلفت عن الشيء اللي كان معروف في السابق. واحنا يمكن نستغرب عن في في
في شركة أبل ستيف جوبز عام 2007 كان رافض فكرة أنه يفتح الآيفون للمطورين، وكان وجهة نظره أن الموضوع أن المطورين راح يكون عليهم في صعوبة وفي تعقيد، كيف نضع نختار المطورين بشكل جيد، كيف نضع لهم بوليسي، كيف نضعهم، وكان رافض الموضوع هذا. وبعدين الفريق اللي معه أقنعه، وكان في البداية وافقنا على البراوزر فقط، بعدين فتح الآيفون للمطورين وبدأ 2008 الأبل ستور. السؤال الغريب في الموضوع، شخص زي ستيف جوبز، شخص مبدع مبتكر عبقري، كيف يقع في مثل هذا الخطأ؟ كيف يكاد يقع في مثل هذا الخطأ؟ ولو كان وقع في مثل هذا الخطأ وما فتح الآيفون للمطورين، كان ممكن يكون عندنا مشكلة، وممكن أبل ما يكون وضع الحالي الآن. فهذا سؤال مثير حقيقة، وقد يكون السبب في ذلك أن الصعوبة ليست في أن نخرج بأفكار جديدة بقدر ما هي التخلص من أفكار الحالية، التخلص من النجاحات الحالية، التخلص من التاريخ الحالي اللي يمنعنا من التقدم. هذا الفخ يقع فيه كثير ويتكرر كثير، يكون أكبر سبب يمنع النجاح هو النجاح نفسه. طبعاً من الأشخاص اللي استطاع تجاوز هذا الأمر بشكل كبير اللي هو إيلون ماسك طبعاً، وكان عنده يسألونه عن سر النجاح، سر النجاحة في الشركات اللي يطورها، فذكر أنه السر عبارة عن الرجع للمبدأ سماه first principle أو المبدأ الأول، وهو أنه بدل ما أقدم للأمام أرجع للخلف، وفي شغلات أستطيع أني أتجاوزها. على سبيل المثال السيارات الكهربائية، كثير من الشركات ما استطاعت أنها تتجاوز، يعني لما بدأت السيارات الكهربائية ما استطاعت أنها تتخلى عن السيارات الميكانيكية وأصبحت تعمل الهايبرد كار. هو لا، رجع وبدأ من جديد وبدأ بس فقط سيارات كهربائية. فقضية التراجع للخلف ونسأل أنفسنا عن الشيء اللي إحنا شغالين فيه، كيف ممكن نتخلص منه، وش الهدف أصلاً منه، ممكن نعود للخلف ونسأل أسئلة مهمة وجوهرية. هذا المبدأ الحقيقة مبادئ المهمة جداً، وأنا أستغرب حقيقة أنه ما في مراجع كثيرة في الموضوع لا باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية، رغم أنه مصدر جوهري لكثير من الإبداعات والتخلص من القيود. طبعاً لو نرجع للخط الإنتاج، طبعاً أشهر من عمل خط الإنتاج اللي هو هنري فورد، عندما يعني قلص عمل الأفيشنسي وقلص تجميع السيارة من 12 ساعة إلى 90 دقيقة، كان بداية العصر الثورة الصناعية والماس برودكشن والإنتاج السريع والإنتاج الكميات كبيرة. وهذا الخط الإنتاج اللي بدأنا عليه وبدأنا ننطلق فيه ويدرس الآن، يدرس في كليات في الأدبيات البزنس وفي كليات الأعمال وفي ريادة الأعمال، يدرس هذا الخط الإنتاج وطريقة الإنتاج وكيف أنه نصنع القيمة من خلال أن يكون عندنا منتج وموزعين وخدمات مع هذا المنتج وفريق عمل وإدارة وكل هذه الأشياء واستخدام التقنية لزيادة لتقليل التكاليف. وفي مجال كبير في موضوع التنافس في هذا الموضوع. هذا بالنسبة لموضوع خط الإنتاج. طبعا لما نقارن هذا الموضوع بالمنصات، المنصات أتت بشيء مختلف تماماً عن الشيء اللي كان معروف سابقاً، وهي قضية تخلت عن فكرة أن ننتج ونعطي مستهلك، أن نكون إحنا منتجين ونعطي مستهلكين، وأصبحت المنصة عبارة عن وسيط بين منتج ومستهلك. على سبيل المثال اليوتيوب الآن تملكها جوجل ما تنتج فيديو، جوجل هي تسهل عملية إنتاج الفيديو وتسهل عملية استهلاك الفيديو، وهي عبارة عن منصة. هذا المبدأ البسيط هو اللي عمل ثورة في البزنس، عمل ثورة في التعليم، عمل ثورة في كثير، وراح يعمل يستمر في حتى في مجالات ما دخلها مثل التعليم بشكل كبير والصحة، راح يدخل وراح يغير مفاهيم كبيرة جدا. وإحنا لما ذكرنا من قضية التخلص من الأفكار القديمة هو الشيء اللي يعيق الأفكار الجديدة، هذا السر في أن قضية كثير من اللي يبدعون في مجالاتهم يأتون من خارج المجال، لأن أصلاً ما عندهم أفكار قديمة تعيقهم.
طبعا لو قارنا بين خط الانتاج وبين المنصات نلاحظ ان خط الانتاج هي تملك الفريق العمل وتملك المصنع تملك المكان اللي ينتج فيه. على سبيل المثال اعطيكم مثال خط الانتاج مثلا زي التلفزيون، قنوات التلفزيون تملك المصادر، تملك فريق الانتاج وفريق التصوير وفريق داخليا تملكهم تتحكم فيهم وتبث منتج للمستهلك. المنصات لا، المنصات تعتمد على فريق خارجي ما تملكه. هذا الفريق مختلف سواء المنتج أو المستهلك ما تملكهم، فبالتالي يصبح إدارتها صعبة جدا. وعملية الجودة، التحكم في الجودة تختلف، يعني خط الإنتاج له معايير في الجودة، المنصة لا، معايير الجودة هم الكميتي، هم المجتمع المستخدمين هم اللي يقيمون جودة المنتج وجودة المستهلك. يعني لما تركب مع سائق كريم مثلا تجد أنك أنت تقيم السائق والسائق يقيمك، بالتالي هذه ترفع من جودة العمل، جودة الخدمة، جودة المنصة بشكل كبير جدا. بالتالي صارت بدل ما كان في بحث وتطوير داخلي مركز داخلي صار open innovation، صار ابتكار مفتوح، صار العمليات عبارة عن عمليات خارجية، التيم صار والoperation كلها صارت عمليات خارجية. وهذا طبعا مختلف تماما عن كل الأدبيات الموجودة اللي بنيت عليها سنين من الأدبيات والأبحاث والكتب، غيرتها تماما وغيرت هذا المبدأ. طبعا في نوعين من البلاتفورم، طبعا في أنواع كثيرة وكثير من الكتب اللي تكلمت عن المنصات تكلمت عن أنواع كثيرة، لكن راح نتكلم عن نوعين رئيسية. النوع الأول هو اللي تكلمنا عنه زي اليوتيوب، إنك تنتج الميكر اللي ينتجون الناس اللي ينتجون محتوى أو ينتجون شيء معين أو ينتجون منتج ويعطونه للمستهلك، هذه منصة المنتجين. ومنصة الخدمات الأخرى مثلا زي الأوبر مثلا، هي شركة تقدم خدمات النقل، وبالتالي هي تقدم خدمات عبارة عن تبادل خدمات بين المستفيد والمنتج لهذه الخدمة. هذا طبعا هذه بس من أنواع المنصات. لو تكلمنا عن وظائف المنصات، عن الوظائف المنصات اللي الرئيسية، طبعا في مجموعة وظائف. على فكرة ترى لما نتكلم عن المنصات ترى كلها تنطبق على كثير من الوظائف المنصات في كل المجال، بغض النظر عن المجال اللي نشتغل فيه سواء في التعليم أو في الصحة أو في السياحة أو في البزنس أو في أي مجال. هي إحنا نتكلم بشكل عام على المنصات بغض النظر عن المكان اللي توظف فيه. طبعا البزنس والشركات سابقة في هذا المجال، بالتالي إحنا عندنا أمثلة كثيرة منها نستفيد منها ونذكرها. عندنا وظائف المنصات الرئيسية إنها زي ما قلنا هي عبارة عن وسيط بين مستفيد ومنتج، وتستطيع إنك تقوم بعملية تمكنك إنك تعمل تبادل الأدوار بين مثلا في اليوتيوب الآن تستطيع تستهلك وتستطيع أنك تنتج، التويتر كذلك، تسهيل عملية التفاعل، الحصول على المعلومات، الحصول على المعلومات بين الطرفين المستفيد والمنتج، كذلك تسهيل قضية الإنتاج وقضية الاستهلاك وتبادل القيمة. مثلا أنك أنت الآن قضية تسهيل البيمنت مثلا في المنتج اللي تستخدمه والخدمة اللي تحصل عليها، أحيانا ترى ممكن تكون البيمنت في تويتر عبارة عن لايك، هذه تعتبر أنك دفعت شيء، قدمت شيء للي قدم هذا المنتج. وأيضا كذلك توفير أدوات للتقييم. طبعا في السابق كان في شيء يسمونه Network Effect اللي هو قضية تأثير الشبكات وتأثير العدد اليوزر والمستخدمين. في السابق كان عدد الفترة السابقة يعني حجم المستخدمين، مثلا شركات التليفون والاتصالات حجم المستخدمين كان يأثر في قضية قيمة الشركة، لكن في المنصات لا، ما هو حجم المستخدمين اللي يأثر، هو عملية التفاعل. يعني لما يكون عندك مليونين مستخدم مسجلين في هذه المنصة وما في تفاعل، ما لها أي قيمة هذه الأعداد. في القيمة في التفاعل وليست في عدد المستخدمين. إيش اللي خلى المنصات تظهر بهذه الطريقة وتنتشر؟ هذا طبعا في ثلاثة عوامل رئيسية ولا علاقة كثير بالتقنية، اللي هي قضية التكنولوجي والبيانات وتغيير البيزنس موديل. النموذج العام راح نتكلم عنه
تغير نموذج العمل من قضية خط إنتاج، بدل ما تكون أنت منتج تصير وسيط بين منتج ومستهلك. طبعا هذه الأشياء اللي عملت. ولا على فكرة البلاتفورم فكرة ما هي جديدة، فكرة موجودة. على سبيل المثال المطار، المطار هو منصة بين شركات الطيران وبين المسافرين. الأسر المنتجة الآن هي منصة تجمع بين المنتجين وبين المستهلكين. لكن اللي عمل الفرق في الموضوع وهي التقنية اللي عمل الثورة كبيرة لعملية السكيلينج أب والتوسع، والحاجة يسمونها زيرو مارجن، إنه مثلا لما تنتج شيء، مثلا لما تنتج مقطع فيديو، هذا المقطع ممكن يكلفك تكاليف بسيطة بس ممكن تكرر 1000 نسخة هي قيمة نسخة واحدة، فهذا يسمونه الزيرو مارجن، وهذا أيضا أثر في الموضوع. نتكلم الآن عن موضوع التصميم وعلاقته بالشغل هذا كله، وكيف دور التصميم. التصميم نفس الطريقة كان يعيش لفترة على قضية خط الإنتاج، إنه في مصمم إكسبرتس يقوم بالتصميم وفي مستفيد. طبعا هذا المصمم الإكسبرت يقوم بتحليل الاحتياج، يحاول يتنبأ بالاحتياج ويلبيه ويجرب أن يقدم منتج بطريقة جيدة. هذا التصميم اللي هو تصميم أن نصمم للناس أو نصمم مع الناس أو يتم التصميم عن طريق الناس. الآن العصر الحاضر أصبح الجميع يستطيع أن يصمم، أدوات التصميم أصبحت متاحة للجميع، وأصبح الجميع لذلك هذا صار تلاحظ الناس المحترفين في التصميم يتضايقون من هذا الأمر، أنه أي واحد صار يصمم، أي واحد صار ينتج، وصار في أدوات تساعدهم أن ينتجون أشياء جميلة وأشياء يتبادلون الخبرات. فصار التصميم الآن تصميم اللي يتبع للخط الإنتاج هو تصميم للناس، اللي يتبع للمنصات هو التصميم عن طريق الناس، أنه يصبح التصميم عن طريق الناس. راح نشوف كيف يتم هذا الموضوع وش الفرق الجوهري. لاحظ أن خط الإنتاج هو عبارة عن بزنس وعندك مستخدم يستفيد من في احتياج، لكن في المنصات عندي 3 عوامل مختلفة، وهذه 3 عوامل عقدت الموضوع. صار عندي منتج ومستهلك وبزنس، كل هذه الأمور يعني تقريبا عقدت عملية التصميم. يعني كان عندي احتياج واحد في التصميم، لا اختلف الموضوع، فبدل ما كنت أحاول أكتشف الاحتياجات في التصميم أصبح عندي ربط الاحتياجات، أني أجد أشخاص يحتاجون بعض بس ما معارفين يوصلوا لبعض أوصلهم ببعض باستخدام التقنية. وفي غيرهم كثير تتوسع الشبكة من خلال تلبية هذا الاحتياج. يعني على سبيل المثال في معلومات يعرفونها ناس في العالم موجود، ناس محدودين مثلا، وفي ناس أيضا يحتاجون هذه المعلومات بس ما هم قادرين يوصلون لبعض. الطرق التقليدية ما تستطيع أن توصلهم ببعض، لكن المنصات الطرق الحديثة تستطيع أنك تربطهم ببعض وتوصلهم مع بعض، وهذا فرق كبير الحقيقة. بالتالي احنا اصبحنا نصمم علاقات بدل ما نصمم منتجات. يعني التصاميم اللي عندنا هي تصميم علاقات او منافع متبادلة بين الناس واحتياجات ربط باحتياجات ببعض. طبعا هذا الكلام يربطنا ب راسل أكهوف. طبعا هذا من رواد شيء يسمونه سيستم ثينكينج. سيستم ثينكينج هو انك تفكر، لما تجي تصمم تفكر في الامبروفمنت للسيستم كامل، ما تفكر في الاجزاء، لان الاجزاء اذا فكرت في الاجزاء ما لها معنى. وكان ذكر في احد الامثله اللي ذكرها انك لو جمعت افضل سيارات في العالم واخذت من كل سياره افضل جزء منها وجمعت الاجزاء هذه مع بعض وركبتها، ما راح يكون عندك سياره. فالنظر للسيستم وللنظره الزوم اوت، النظره الشامله للموضوع، تساعدنا كثير في قضية التصميم. وعلى سبيل المثال أنا ممكن أدخل في أصمم التكنولوجيا، أركز على التكنولوجيا مثلاً أو التقنية أو البرمجة وأفقد السيستم كامل، أفقد اليوزرز، أفقد الإكسبيرينس، أفقد البزنس موديل. فقضية التفكير في ككل، هذه طبعاً الكلام هذا يمكن ما كان له قيمة كبيرة وقتها، لكن الآن مع عصر البلاتفورم له قيمة كبيرة الآن، ويحتاج العودة إلى الأدبيات الخاصة بالسيستم ثينكينج أو السيستم السيستم ثينكينج. طبعا لما نتكلم عن التصميم عندنا، لما ننظر نظرة شاملة للتصميم عندنا ثلاث جوانب للتصميم. هذه الجوانب لازم نغطي يعني قدر المستطاع عشان نفكر بطريقة شاملة ومتكاملة، يعني نفكر فيها كلها، اللي هي قضية تصميم نموذج العمل بزنس ديزاين، تصميم التقنية التكنولوجي ديزاين، تصميم الاكسبيرينس أو الخبرة.
كل هذه الأشياء كثير من الأشياء من المشاكل اللي تحدث بسبب إن نغوص في التقنية وفي برامج ونعتقد إن إذا صنعنا البرنامج بشكل مميز الناس يستخدمون. على أسأل أعطيكم مثال، مثلا لو الآن شركة فيسبوك أعطتك التقنية اللي تملكها كلها وأعطتك تشغلها وأعطتك السيرفرات تقنية تملكها أنت تستطيع إنك تصنع برنامج زي الفيسبوك، لن يصنع منك فيسبوك، مع أن التقنيات نفسها لن يصنع منك فيسبوك. أوبر كذلك. بالتالي السبب في ذلك إنه الموضوع معقد، ما هو موضوع تقنية فقط ولا موضوع بزنس موديل فقط ولا موضوع إكسبيرينس، هو موضوع كلها مع بعض، كلها بشكل شامل. لذلك من الأخطاء اللي تقع حقيقة قضية التركيز أو بالانطلاق من التقنية أو بداية من التقنية، وهذا أكبر خطأ يقع فيه المصممين أنهم يبدأوا من التقنية. ولما يكون عندي تقنية يصعب علي أني أبني عليه كوميونتي أو مجتمع، لكن لما أبني مجتمع أستطيع أني أبني على التقنية أسهل، لما يكون عندي مجتمع أبني على التقنية. طبعا هذا ما يعني أنهم ينطلقون المجتمع بدون تقنية، لا، ينطلقون بتقنية بسيطة جدا، ولما يكون عندي مجتمع كبير أستطيع أني أبني عليه التقنية وطورها بيكون موضوع أسهل. فبناء التقنية على الكوميونتي أسهل من بناء الكوميونتي على التقنية. طبعا لما نتكلم عن البزنس موديل ونموذج العمل، طبعا في شيء مشهور اسمه البزنس موديل كانفاس، وطبعا يستخدم كثير وألفت كتب كثير، لكن للأسف أنه أيضا لما نجي نفكر فيه في موضوع البلاتفورم ما ينفع كمنصات، لأنه مصمم على خط الإنتاج وبطريقة خط الإنتاج، أنه عندي مستخدم وعندي منتج وعندي عندي مستفيد وعندي إنتاج وعندي شركة وعندي قضية يعني مثلا value proposition اللي هو الاحتياج أو القيمة المضافة، فقط قيمة مضافة واحدة، لكن لما نتكلم عندي قيمة مضافة لأكثر من طرف عندي في المنصات، وهذا شيء مختلف تماما. طبعا في محاولات كانت لقضية إيجاد بزنس موديل مختلف، وهذا طبعا بلاتفورم مودلز ديزاين تول كيتس، طبعا هذا الموقع موجود أمامكم. في محاولات من بعض أنه يكون عندنا بزنس موديل وكانفس لموضوع البلاتفورم، لكن التعقيد في الموضوع كما ذكرت أن عندي ثلاثة عوامل رئيسية، عندي منصة، عندي منتج، عندي مستهلك، كل واحد له احتياجات وعندي تفاعل بينهم، طريقة التصميم التقليدية، طريقة البزنس موديل التقليدية غير قادرة على أنها تتوافق مع، يعني يحتاج أنك تبدأ من تنطلق من جديد وتفكر بطريقة مختلفة تماما، لأن الموضوع معقد. الموضوع ليس بس سهل أنك تصمم وتلبي احتياجات أكثر من جهة في نفس الوقت. طبعا لما ننتقل إلى هذا السلايد، طبعا يتكلم عن قضية أنه ننطلق من نربط الاحتياجات، بعد اللي هي مراحل بشكل بسيط، يعني ربط الاحتياجات، إيش الاحتياجات اللي نبغى نلبيها، إيش المجال اللي نشتغل فيه. وهذه نقطة مهمة، قضية التركيز على مجال معين أو قيمة معينة مضافة لأكثر من جهة، فعملية ربط كيف، إيش الاحتياج اللي بنربطه أو إيش الاحتياجات اللي بنربط، هذه نقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين اللي قضية إيش التفاعل الرئيسي اللي يحتاجه، مراحل التفاعل اللي يحتاجها حتى أربط بين تمكنني من تسهيل الإنتاج وتسهيل الاستهلاك وتبادل الترانزاكشن بين الطرفين. بالتالي يحتاج أن يكون عندي مجموعتين مختلفة يحتاجون بعض وما هم قادرين يوصلوا لبعض بالطرق التقليدية، من خلال منصات أستطيع أني أصل لهم. بعدين يأتي دور التكنولوجي والتطوير التكنولوجي. طبعا هذا شكل مختصر لقضية المنصة، المنصة اللي في الوسط، وعلى اليمين قضية المستهلكين، على اليسار المنتجين، يكون بينهم هذه المنصة تجمع بينهم، يكون يتسهل عملية تبادل المنتجات أو الخدمات أو المحتوى، وفي نفس الوقت تسهل عملية البيمنت اللي هي الدفع، زي مثلا ما ذكرنا، يعني ممكن يكون عبارة دفع عن لايك أو ريتويت أو غيرها، أو أنه يكون فعلاً دفع مثل لما تركب مع كريم وتدفع له، يعني سهل هذه العملية، وتسهل تبادل المعلومات بين الطرفين. تبادل المعلومات هي اللي تزيد مسألة الثقة بين الطرفين،
وقضية الفيدباك مستمرة هي تساعد في قضية تطوير السيستم وتطوير النظام. وقضية أيضا التحدي الكبير أمام المنصات قضية الجذب المستفيد المستخدم. طبعا لو شفنا هذا النموذج من اليسار رقم واحد هو عملية أن المنصة تجذب لها مستفيدين، مثلا أوبر تجذب لها لمنصتها سائقين وأيضا ناس يبغون يستخدمون أو يستفيدون من هذه الخدمة، كذلك التويتر واليوتيوب. طبعا في آليات لقضية الجذب للمنصة. المرحلة الثانية قضية تسهيل معرفتهم البعض، تواصلهم بعض. بعدين المرحلة الثالثة قضية تسهيل تبادل، أنك تربط المستخدم الصحيح بالمنتج الصحيح وتسهل عملية تبادل المنتجات بينهم. طبعا في موضوع التقنية قضية الماتش ميكرز اللي هو قضية الربط بين المستخدم والمستفيد. لما يكون عندي منصة فيها ملايين من الأشخاص من الصعب أني أقوم بهذا العمل بشكل يدوي. لما أربط مثلا مجال التعليم يكون عندي ربط بين الناس يحتاجون شيء معين يتعلمون جزئية معينة وناس يقدرون يعلمونها بطرق تعدية ما أستطيع، فأحتاج أني أستخدم التقنية لعملية ربط المستفيدين مع بعض، ربط الأشخاص اللي يحتاجون بعض مع بعض. وهذه تحتاج الذكاء الاصطناعي، تحتاج البيانات، تحتاج على سبيل المثال مثلا أوبر مثلا أو كريم هو يستخدم الأوتوماتيك ماتش ميكر اللي هو قضية الربط الأوتوماتيكي، إنه يكون عندك باللوكيشن يربطك بأقرب شخص قريب منك، أقرب سائق سيارة كريم قريب منك يربطه معك بشكل تلقائي بدون تدخل بشري. في الألغوريثم هذا هو اللي يساعد في قضية. طبعا هذا مثال ينطبق على المنصات كلها وعلى عملية السيرش مثلا، أيضا ينطبق في قضية أنه يساعدك في الوصول. أحيانا ما يكون أوتوماتيك لشركة Airbnb، هذه شركة تستطيع أنك تأجر إذا عندك غرفة في البيت تأجرها. في قضية تبدأ تسهل وصول الناس اللي يحتاجون المكان اللي أنت فيه بطريقة تسهل عملية الوصول لك. من أحد الطرق مثلا تويتر، لما بدأت في عملية لما تربطك تويتر بالمحتوى المناسب لك، لما تشوف فيديو في تويتر في يوتيوب، لما تشوف مقطع في يوتيوب تجد في فيديوهات على اليمين جاية لا علاقة باهتمامك ما تدري كيف جت. في البداية أول ما بدأوا في الموضوع هذا كان الألغوريثم اللي عندهم يستخدمون عدد الفيديوهات اللي دخلتها بالكليك، كم فيديو دخلت. بعدين غيروا الألغوريثم هذا وصاروا الآن يستخدمون الوقت اللي تقضيه أمام الفيديو أو المقطع. صاروا يعرفونك لما تقضي وقت ممكن تفتح مقاطع كثيرة، بس المقاطع اللي تفتحها وتقضي وقت طويل فيها هي المقاطع اللي يبدون يجمعونها لك يربطونها لك ويربطونك معها. طبعا لما يربطونك مع فيديو هم ما يربطونك مع فيديو، يربطونك مع منتج الفيديو، وهم وسيط يستفيدون من هذه الوساطة، يعملون دور الوسيط بينك وبين بالإعلانات أو غيرها يعني. طبعا من الأخطاء اللي تحدث أيضا في موضوع التصميم أن نعتقد أنه عشان أبدأ عمل منصة مثل مرسول مثلا أشوف الفيتشرز اللي عند مرسول وأبدأ أسويها، بالتالي أبدأ من الشيء اللي موجود. وهذا يحدث كثير يعني في كثير من الأسماء الكبيرة ما تبدأ زي ما هي الآن اللي أمامنا، اللي ناجح المشاريع الناجحة ما بدأت زي ما هي أمامنا الآن. فإحنا المفروض ما نبدأ من المكان اللي انطلقت فيه الآن، إحنا نحاول نركز على شيء واحد. مثلا بتعمل منصة ركز على ترانزاكشن معينة، على عملية معينة بسيطة أنك تعمل هذه العملية بشيء معين، ما تركز على أكثر من شيء. طبعا في مثل مشهور في الموضوع هذا أنه قضية مثل لما تحاول تصيد الطارد أرنبين في نفس الوقت ما ممكن يضيعون منك الأثنين، ما بتصيد أحد منهم. نفس الطريقة لما تشتت وتبدأ بشكل كبير أو بشكل مشتت يصعب عليك الوصول لها. فهذه نقطة مهمة. قضية أيضا قضية الفيتشرز اللي في التقنية وتعقيد التقنية، وإني أكون عندي فيتشرز كثيرة ومزايا كثيرة ويكون عندي إمكانات كثيرة، هذا غير صحيح يعني، هذا يعقد المسألة ويصعب قضية التطوير. من أكبر الأخطاء اللي تحدث إن نعمل أوفر إنجينيرينج اللي هو تعقيد المنتج اللي نقدمه تقنيا. يعني المنتجات في الواقع هي تبدا بتاخذ وقت. علي بابا مثلا منتج منصه
صينية أخذت 3 سنوات عشان تبدأ بس تنطلق. بالتالي تبدأ بشكل بسيط، تركز على شغلة معينة واحدة وتنطلق، والتطور ما تتطور لوحدك، تتطور مع الناس اللي بينضمهم معك، اللي تجمعهم حالك، سواء مستهلكين أو منتجين، هذول التيم حقك اللي تشتغل معهم. بالتالي أنت شغال مع التيم، اللي يستفيد من منصة عندك هو تيم في التصميم حقك في المنصة اللي عندك، فتستفيد منه. من الأشياء اللي يعني الأخطاء اللي تحدث مثل ما ذكرت، تجميع الفيتشرز، هذا ماي سبيس طبعا هذه منصة اللي ما يعرفها، هي قريبة من فيسبوك، لكن من الأشياء اللي خلتهم ما يتميزون مثل فيسبوك إنهم كانوا، هذا كان مشهور عن توم أندرسون، هذا الكوفاوندر للماي سبيس، كان يروح يشوف المواقع المشابهة وأي شيء ينزلونه ينزله في ماي سبيس، أو ينزل الفيتشرز الجديدة والإمكانيات الجديدة، إمكانيات من الإمكانيات اللي كانت ما هي جيدة، قضية أنك تقيم اللوك حق الشخص اللي أمامك، تعطيه تقييم أو شيء زي كذا، ففي بس لمجرد أن أشافه وممكن تقنيا. بالتالي كثرة المزايا اللي تضعها ممكن تضيع منك المنصة، تضيع تفقد منك الناس اللي معك في المنصة. طبعا مارك زوكربيرج هذا مؤسس فيسبوك، من الكلمات المشهورة عنه، طبعا هذه مشهورة عن غيره لكن ذكرها، ان المحك هو انك ما هو انك تضيف اشياء، المحك انك كيف تشيل اشياء تحذفها. فقضية التبسيط موضوع مهم جدا، وهذا صعب، يعني البساطة ليست بسيطة وليست سهلة، صعبة جدا، خاصة لما يكون عندك امكانية انك تقدم شيء تشعر ان من وجهة نظرك انه مفيد. يعني طبعا فيسبوك لما نبدأ بداية بسيطة، لما قلت لكم نبدأ ترانزاكشن واحدة، اول ما بدأ فيسبوك بدأ بأرنب واحد اللي هو طلاب جامعة هارفارد فقط، انه يربط فقط بين طلاب جامعة هارفارد، وركز على الموضوع هذا. لما نجح في الترانزاكشن الاولى بدأ يتوسع على الجامعات الاخرى، بدأ يتوسع على الحين صار يربط العالم كله يعني. فبالتالي يعني بدايات البداية البسيطة، تركيز على شغلة واحدة، تركيز على جمهور بسيط، حتى لو كان طبعا جمهور يفضل انه في البدايات اي مشروع عادة الجمهور يكون لوكال، جمهور محلي، وبعدين تتوسع الى ان يصير عندك جمهور جلوبالي. طبعا اكبر تحدي يواجه المنصات قضية جذب المستفيدين، جذب المنتجين للمنصة، هذا أكبر تحدي يواجهنا في قضية المنصات، تحدي كبير، وهذا ليس ما له علاقة كبيرة بموضوع التقنية. طبعاً في أشياء كثيرة من المزايا اللي ممكن تساعد في قضية الانسنتنس، اللي ممكن تساعد في قضية جذب الناس، اللي هي قضية سواء أنك يجون عندك عشان في قيمة بيحصلونها، أنك تربطه بشخص بيقدم لها قيمة، أو أنه في شيء مادي، مثلاً السائقين اللي يشتغلون مع أوبر وكريم هم أو مرسول، دخل مادي لهم، أو أحياناً الشهرة، يعني في ناس كثير الآن يكتبون في تويتر، واللي مقابل اللي يحصل عليه هو الشهرة، والشهرة هذه تحقيق له دخل مادي، أو أنه يكون عنده مثلاً شغف في شيء يقدمه للناس، وهذا أيضاً أحد المزايا أو أحد الحوافز اللي تخلي الناس يجون على المنصة. طبعا الصورة هذه قضية من الأشياء اللي يتكلمون فيها في المنصات، هل أبدأ بيكون عندي الدجاجة ولا البيضة، يعني هل أجيب السائقين ولا أجيب الزبائن، يعني السائق بيجي عشان إذا ما في زبائن ما بيجي السائق، وإذا ما في سائقين ما بيجون الزبائن، كيف تبدأ في المنصات؟ هذه طبعا من الأشياء اللي تكلموا عنها كثير، وطبعا في الممارسة كانت، يعني على سبيل المثال شركة أوبر كانت تجذب في البداية المنتج أو سائق السيارات، وكانت طبعا تركز على مدينة واحدة، على أحيانا تركز على حي واحد، وكانت تدفع للسائقين لمجرد أنه ينتظر فقط. بالتالي في البداية تدفع له فلوس، تقول بس انتظر يوم كامل، خلك ويتينج في المنصة، أنت مدفوع لك، قيمة تكاليفك مدفوع لك لمجرد أنك تنتظر. طبعا هذه طريقه ان فقط يبغون يجذبونه. هم الان البدايه صعبه جدا ومعقده ومكلفه بدايه المنصات، لكن مع الوقت اذا انطلقت المنصه وتوسعت خلاص صار في سكيلينج، قبل بس قضيه يتم قضيه ادارتها.
في المنصات المتعلقة بالخدمات، هل طبعا منصات تقدم محتوى إجابة عن أسئلة أو محتوى جيد مدونات مدفوعة، لما بدأت ما بدأت مفتوحة للجميع، كانت لما بدأوا كانوا يدعون ناس محترفين في الكتابة وناس إعلاميين وناس متخصصين في شغلات مهمة جدا، وكانوا يدفعون لهم للكتابة، وصار في بدأ في محتوى للمحتوى مغري للناس اللي يجون، والآن صار أي واحد يستطيع أن يكتب، وإذا قرروا لك الناس يدفعون لك، يعني أي واحد يدخل في منصة ميديوم هذه ويستطيع أنه يكتب أي شيء إذا كان مفيد وقرأه الناس يدفعون لك مقابل عدد الناس اللي قرأوا الكلام اللي وضعته. يعني تحدي آخر في موضوع المنصات، وهذا تحدي كبير، اللي هو قضية الثقة، بناء الثقة، كيف تبني الثقة، كيف تروح تسكن، كيف تسكن في بيتك أو في غرفة عندك بيت شخص ما تعرفه، كيف تركب مع سائق ما تعرفه. هذه القضية بناء الثقة موضوع مهم جدا وتحدي كبير أمام المنصات. لو لاحظنا أنه في السابق كان عندنا، لما يكون عندي شركة ومنتج، يكون عندي الثقة بين الكاستمر والفيرم، الكاستمر والشركة، مثلا عندي ثقة بين الطالب وجامعة جامعة هارفارد مثلا، أو جامعة أي جامعة تعمل عملية ثقة براند معينة، يكون عندي ثقة في هذا البراند. في المنصات لا، الموضوع مختلف. المنصات عندي منتج مختلف، وعندي مستخدم مستهلك مختلف، ثقة بين المنتج والمستهلك، وعندي ثقة بين المنتج والمنصة، ثقة بين المستهلك والمنصة. الموضوع معقد، ليس بسهولة، وكثير من الناس يفقدون الصورة الكلية للنظر للموضوع التراست، انهم يركزون على قضية تراست، انك طبعا هذا له قواعد في قضية كيف تبني الثقة. على سبيل المثال، مثلا في شركات الأوبر مثلا، قضية انه في ريفيو، انه السائق له تقييم من الناس ركبوا معه، وله وهو ايضا يقيم الركاب، وفي قواعد وتنظيمات للموضوع تضعها الشركة. هذه القواعد حتى تضمن التراست. على سبيل المثال، اي مخالفة ممكن تضربك من الشركة، ما تستطيع انك تعمل معها مرة اخرى، لك عمر معين، لك رخصة، لك سيارة معينة، مواصفات معينة. في كل هذه الأنظمة الهدف منها بناء الثقة. الصورة الشخصية، من أنت، وش اسمك، رقم لوحة سيارتك، صورتك، اسمك الحقيقي، ما هو المزيف، كل هذه الأشياء تساعد في قضية بناء الثقة. موضوع الصورة الواقعية للأشخاص، طبعاً هذه كانت عامل تفرق بين فيسبوك وماي سبيس. فيسبوك كان الشيء اللي تميز فيه أنه يربطك بناس تعرفهم وتثق فيهم. ماي سبيس يربطك بناس ما تعرفهم، ناس علاقات جديدة. بالتالي كان نجاح فيسبوك من العوامل اللي ساعدت نجاحك لقضية الثقة، أنك تعرف ناس، ترتب بناس تعرفهم وتثق فيهم، وهذا اللي خلاه ينجح بشكل كبير. قضية الحين لما تدخل في أيضا في موضوع مسألة الثقة، أنك تثق في المنتج، أن المنتج هذا يكون مدعوم. لما يكون عندي منتج غير مدعوم، كيف أثق فيه وكيف أستثمر فيه؟ على سبيل المثال، شركة إكس بوك، طبعا هي تابعة لشركة مايكروسوفت، هذه الشركة لما بدأت أعلنت أنها وضعت مبلغ ضخم، يعني بالمليارات، في قضية أنه قالت للديفلوبر، لأن عندهم منافس اللي هي بلاي ستيشن، فقالت إحنا بندعم المنتج هذا، ودافعين أدفانس، دافعين مبلغ بالمليارات للشركة هذه لتقوتها. وهذا اللي يشعر الديفلوبر بالأمان أنه يدخل يطور، ويشعر أيضا اللي بيشتري الأكس بوكس بالأمان، أنه لأنها الأكس بوكس على فكرة منصة، بلاي ستيشن منصة، لأنك ما تلعب مع الشركة، تلعب مع مستخدمين غيرك. أيضا قضية من الأشياء اللي تجذب، اللي تساعد في جذب الناس للمنصات، اللي قضية تستخدم كثير لقضية الاستفادة من المشاهير، سواء علميا أو مشهورين إعلاميا، لأنه لما يجي مشهور يجيب الفولورز اللي معه، ويساعدون في مو بس مفهوم الإعلان التقليدي اللي عندنا، لا، بمفهوم إنه يبدأ يدخل هو، ويجونا من هو كاتب مشهور،
لما تجيب عندك في المنصة يبدأ يكتب أو في اليوتيوب، هو يجي لما يجي عندك منصة يجي الفولورز اللي عنده التابعين اللي يعني يجون في هذه المنصة، وهذا شيء مستخدم بكثرة يعني في المنصات. من القوانين اللي توضع لتنظيم وجذب الناس وتنظيم التعاملات، هذه مهمة، في قوانين مهمة لأي منصة تحتاج أنها تكون واضحة، من اللي يستطيع أن يشارك في هذه المنصة، إيش الدور اللي يلعبه، كيف يلعب هذا الدور، كيف يتفاعل مع الآخرين، إذا صار خلاف كيف يحل. هذه كل الأشياء تساعد بروتوكولات وستاندر لتسهيل التواصل والتعاون والتبادل الخدمات. على سبيل المثال عندنا تويتر عندهم روز معينة وقوانين معينة يستخدمونها، هذه القوانين تساعد. حتى الآن قضية أنه تستطيع أنك تبلغ عن حساب لها محتوى غير جيد تستطيع أنك تلغيه أو تقفله وهكذا. بالتالي هذه القوانين كلها تساعد في، وهم يحرصون على قضية أنك تكتب تحط جوالك أو الإيميل، أنك عشان تكسبون ثقة الناس لازم تتكلم بالأيدنتيتي الخاصة بك أنت والحقيقية. نتكلم الآن عن موضوع القضية التطوير. طبعا عندنا في المنصات في تو انجن، في محرك للترانزاكشن والعمليات اللي بين الناس، محرك آخر للتعلم للنمو. يعني هذه المنصة تتعلم وتنمو، ما هي منصة جامدة، فيها الجوريثم، فيها آليات معينة، فيها تتعلم من الفيدباك اللي يجي وتتطور وتطور المنتج الخدمات وتتقدم بشكل جيد. يعني شركات أوبر وكريم الآن عندهم انجن للتعلم بشكل مستمر، تتعلم منها المنصة دي وتتطور وتتلافى كثير من الأخطاء. هذا مينغ زينغ، هذا الشيف ستراتيجي أوفيسر لعلي بابا، ففي مقابلة له في لقاء في الـMIT قال إنه ما تستطيع أن تصمم منصة بالمفهوم التقليدي. أنت المنصة هي تنمو بشكل جماعي وتتطور بشكل جماعي مع الكستمرز ومع المنتجين ومع الناس اللي حولك، ما تجي في يوم وليلة تستطيع تقول بصمم وخلاص تشتغل، لا، هي تنمو بشكل تدريجي. وعامل النمو الرئيسي اللي هو التعلم، إذا ما في تعلم ما تنمو المنصة. فلا بد أن يكون في قضية أن يكون عندي two engines زي ما قلنا، أنه التعلم وعندي التبادل القيمة، هذه الانجن الثانية كلها مهمة جدا عشان عملية التطوير، ويكون عندي continuous الأداء يرتفع بشكل مستمر، ويكون عندي feedback مستمرة. بالتالي نلاحظ قضية عملية التبادل الفيدباك بين المستفيد والمستهلك والمنصة، كل هذه تساعد ان عندي جهات كثيرة في عملية التعلم. فبالتالي المنصة نفسها تتعلم، المستفيد اللي يقدم الخدمة يتعلم، المستخدم ايضا يتعلم. كل هذه الاشياء تسمى learning engine، تساعد في قضية التطوير والتقديم وتوفير خدمة أفضل. وهذه ما تأتي بشكل فردي، هي تأتي بشكل جماعي وتعلم جماعي. والتعلم على فكرة ما هو تعلم زي ما يسمونه على الفلو، يعني على الطائر، يعني على السريع، ما في شيء ينتظرك عشان تبدأ تحلله، لا، لازم يكون بشكل سريع بشكل سريع بشكل فوري. قضية التعلم والتحسين والتطوير ما يكون بشكل تقليدي. نأتي على قضية البلاتفورم في التعليم، وهذه من القضايا اللي ترجعنا لهيرني فورد وخط الإنتاج. احنا لازلنا في التعليم نعمل، يعني ممكن السؤال اللي ينتشر كثير، وعلى فكرة هذا كلام باحثين، يعني انه ليش التقنية ما حققت نقلة نوعية في التعليم؟ لما جت التلفزيون، لما جت الانترنت، لما جت الكمبيوتر، قالوا بتغير تعمل ثورة، ما عملت ثورة وما تغير شيء. السبب في ذلك طبعا السبب بشكل بسيط، انه كان التركيز على التقنية فقط وتوظيفها لتقديم شيء بنفس الطريقة اللي تأخذ التقنية عشان تعطي محاضرات وتقدم دروس أو تنقل كتاب بشكل إلكتروني بدون ما يغيرون في البزنس موديل أو في نموذج العمل. فبالتالي نجاح المنصات ما له علاقة بالتقنية فقط، بل السبب الرئيسي في نجاح المنصات هو تغيير نموذج العمل، تغيير العمل. لما تكون عندك منصة تعليمية انك ما تملك المدرسين ولا تملك الطلاب، كيف تشتغل، كيف تطورهم؟ فهذه من الاشياء اللي مهمه جدا. طبعا من الاشياء اللي ساعدت
في قضية المنصات اللي هي قضية في عوامل رئيسية اللي بتساعد للدخول. احنا الحين في التعليم لم ندخل بشكل كبير في المنصات، لا زالت في بداياتها ولم تغير التعليم بشكل كبير، لكن من الأشياء زي ما ذكرت اللي قضية زيرو إديوكيشن، إنه تكاليف الأشياء اللي تنتجها والمواد اللي تنتجها والمحتوى اللي ما عاد للتكاليف، يعني تنتج فيلم فيديو أو فيديو معين توزع عدد 2 ولا 5 ولا مليون ما تفرق، السعر واحد. القضية التغير في سرعة الفلو للنالج والسكيلز، المهارات والمعرفة تغيرها السريع، صارت تطير طيران، ما صارت تتغير بشكل إنها ترجع لجنة المناهج ولجنة المناهج تطور وتفكر وتخطط وتعمل تمشي على الجودة، ما عاد في وقت الأمور هذه كلها. يعني على سبيل المثال موضوع المهارات، العمر الافتراضي للمهارة كان 35 سنة، حاليا العمر الافتراضي لأي مهارة لا يتجاوز 5 سنوات. كيف نتعامل معها في التعليم؟ ما نستطيع بشكل تقليدي بالآليات التقليدية. فقضية المنصات تفتح للجهات التعليمية ذراع ابتكاري للعمل بخارج إطار القوانين التقليدية اللي تحد من الإبداع والابتكار. العامل الثالث اللي ساعد في الاهتمام بالمنصات ونجاحها اللي هو تداخل التخصصات مع بعض. الآن التخصصات متداخلة مع بعض، ما في تخصص واحد ولا في تخصص مستقل عما، يعني مثلا الحين لما نتكلم الحين عندنا المنصات فيها بزنس وفيها تكنولوجي وفيها ديزاين وفيها سيكولوجي وفيها كثير من التخصصات اللي متداخلة مع بعض في التعليم، ما نقدر نفصل هذه، ما نقدر ندمجها مع بعض بالطريقة التقليدية، لأن أصلا المعارف لما انصممت فككت حتى تدرس بشكل سريع وسهل وتختبر فيها أنه فصل معلومات وقسمها، ونتوقع من الطالب أنه يجي بعد ما يتخرج أنه يجمعها مع بعض، وأصلا ما عاد لها قيمة، يعني ما عاد لا يمكن ترجع يعاد تركيبها مع بعض لأنها فككت وراحت الروح اللي فيها. عندنا المنصات في التعليم لما بدأت في عام 2000 بدأت الـMIT بشيء سمت الأوبن كورسوير، المحتوى المفتوح، ولما بدأ اعلنت الـMIT عن هذا الموضوع تفاعلوا الناس كثير وقالوا هذه خلاص، يعني بنصبح عندنا نملك MIT عندنا، ونستطيع الناس اللي يتعلمون زي ما يتعلمون اللي في الـMIT. والحقيقة أن ما حدث شيء، يعني وكثير من الجامعات تمنت محتوى MIT ولم يجعل منها MIT آخر. MIT اللي نعرفها من الجامعات العالمية المشهورة. فالمحتوى اللي كان عندها كله قررت في فترة في عام 2000 أنها تنشره على الإنترنت مجانا. المحتوى الوحدة ما له قيمة. والآن المنصات اللي تعتمد على المحتوى فقط هي منصات ما عاد لها قيمة، يعني أنك تجي تحط محتوى وتجمع محتوى في منصة وتتوقع الناس يستفيدون منه. الإنترنت كلها منصة للمحتوى. فقضية المنصات التعليمية اللي تركز على المحتوى متأخر جدا لإتمام الموضوع. يظهر أني كثرت عليكم الكلام، لكن أقرب نخلص. في 2008 بدأ جورج سيمنز وستيفن داونزي بعرض مقرر لهم بفتحة سموه باختصار الموكس، والموكس هو الماسف أوبن أونلاين كورس، وهو طبعا تقريبا عبارة عن تدريس مفتوح أكثر من منصة، لم يعتمد على فكر المنصة الحقيقة، هو اعتمد على التدريس المفتوح. هذه المرحلة الثانية، المرحلة الأولى محتوى مفتوح، المرحلة الثانية تدريس مفتوح. بدأنا مؤخرا تطلع منصات من جامعة ستانفورد وهارفارد وMIT وغيرها، ولاحظ أن المنصات ما خرجت من جامعات بسيطة، يعني هارفارد مثلا وستانفورد جامعات عالمية مشهورة من التوب 10، ليش تهتم بالمنصات؟ لأن عارف أن هذا مستقبل التعليم فيها، وأنه مهدد، أول من يهدد بالإنقراض هي الجامعات الكبيرة والمشهورة عن غيرها. فبدأت تبادر في أنها تغير البزنس موديل اللي عندها. للأسف أن بعض الشركات خرجت منها واستقلت عنها. يعني لما نجي على موضوع خط الإنتاج، التركيز في خط الإنتاج في التعليم على المحتوى بشكل رئيسي، وبعدها يأتي يعني محور خط الإنتاج هو المحتوى. إحنا الكتاب هو محور العملية التعليمية، إحنا نقول للطالب ما هو صحيح، المحتوى في التعليم هو مركز ويدور حوله كل شيء، يدور حول الاختبارات، يدور حول التفاعل، يدور حول الأسسمنت. فالمحتوى هو أساس التعليم في الخط الإنتاج، إنك تسوي محتوى. وهذا كان مبني، كان
منطقي فترة فترات إن ما عندنا ما كان في شبكة الإنترنت ما تستطيع إنك توصل لخبراء، ما تستطيع إنك توصل لعلماء إلا عن طريق الكتب وعن طريق المحتوى. وفي الأعضاء التدريس والمدرسين في المدارس يعملون لك نقل لهذا المحتوى ينقلونه لك، لكن مع الإنترنت ما عاد لها قيمة هذه الأمور. في المنصات أساس المنصة هو التفاعل، التفاعل بين مستهلك ومستفيد، منتج مستفيد، بين مدرس وطالب، بين معلم ومعلم، ممكن معلم ومعلم، ممكن معلم وطالب وطالب. بالتالي أي شخص يستطيع أن يقدم شيء هو عضو في المنصة، وشخص يحتاج شيء هو عضو أيضا في المنصة. بالتالي المحور الأساسي في أي منصة هو التفاعل. هذا مفهوم مختلف تماما عن المفهوم التقليدي اللي نعرفه. طبعا في دستي من المنصات اللي بدأت، طبعا نموذج العمل الخاص البزنس موديل حق المنصات التعليمية لازال في بداياته، ومن المنصات اللي بدأت تنطلق في هذا الموضوع يودستي. ويودستي قالت احنا ما احنا موك بروفايدر، يعني احنا ما احنا تبع اي موك ولا احنا تبع اي جامعة، احنا مستقلين. وجابوا شيء اسمه نانو ديجري، وصاروا يفكرون بطريقة مختلفة، وصاروا يربطون بين قطاع الاعمال وبين الناس اللي يبغون خدمات، الناس اللي يبغون يطورون أنفسهم، والجهات التوظيف والطلاب، والناس اللي يقدرون يقدمون تعليم أو يقدمون منتورز. طبعاً المنصات على فكرة ما هو لازم تكون في التعليم، إنه لازم تكون كلها أونلاين. ممكن تكون إنك تربط بين المستفيدين، ناس منتورز، واحد يبغى يستفيد من هذا المنتورز يتقابلون فيس تو فيس، يعني ممكن تكون بهذه الطريقة. المنصات طبعاً إحنا عالمنا الآن، وشفتوا عالمنا عالم منصات الآن، كل شيء حولنا منصات. طبعا في ناس يتشائمون من هذا الموضوع انهم بيسيطرون على كل شيء يلغون غيرهم، هذا غير صحيح. انا اشوف ان المنصات ساهمت في تسهيل، عندك الان تسهيل حياه الناس. لما نفكر في مرسول الان من جميع النواحي، من ناحيه انه اصبح لك تستطيع انك تاخذ مرسول، طبعا اللي ما يعرفه عباره عن، وبالمناسبه اللي مواثنين اللي سوى واحد منهم مصمم معماري اللي صمم يعتبر يفكر بطريقه التصميم، يجمع بين انك تقدر تروح ترسل مرسول يروح مكان يجيب لك شغله وتعطيه مبلغ. فمن جهتين سهل حياتك وصار دخل لهذا المرسول. طبعا الاخ نايف الكوفاوندر المرسول يقول في احد اللقاءات في الجامعه هنا في كيكيو في اكسرز، قال انه عندنا موفرين 180 الف وظيفه عن طريق مرسول بدخلهم يعني لا يقل عن 6000 شهريا. طبعا هذه قيمة يعني لا تقدر بثمن حقيقة، قيمة مجتمعية. من التحديات اللي نواجهها قضية إحنا كنا مفاهيم الإدارة التقليدية ما عادت حتى تنفع بشكل كبير، لأنها تغيرت أمور كثير. يعني السابق كان عندك فريق، هذا الفريق أنت تديره وتملكه وتستطيع أنك تتحكم فيه. الآن الفريق اللي معك في المنصات لا تملكه ولا تديره وتستطيع أنك تتحكم فيه، بالتالي تحدي كبير. مهارات الإدارة الحديثة الآن هو كيف تدير الفرق الخارجية اللي ما تملكها، هذه مهارة كبيرة جدا. في كتاب حقيقة تكلم عن الموضوع هذا، طبعا ما هو جديد حقيقة لكن كتاب مهم، والحقيقة ما انشهر بالشكل المطلوب. جون سيلي براون وجون هيجل هذول الناس المشهورين اللي بدأوا يتنبؤون بهذه الخطوة قبل تحدث، تكلموا وسموه The Power of Pull، قوة الجذب، وتكلموا انها طريقه حتى في التفكير، ما هي قضيه يعني القضيه الطرق التقليديه اللي عرفناها في الديزاين ثينكينج، في الانوفيشن، في طرق البروسيس حقت الانوفيشن مبنيه على خط الانتاج. لازم نفكر بطريقه مختلفه في كيف نفكر بطريقه البلاتفورم قبل ما نبدا ننفذ بطريقه البلاتفورم. كيف بدل ما ابني مبدعين عندي كيف اجذب مبدعين، وهذه الطريقه حقيقه مختلفه تماما. في الان مدن تعيش وتنمو وتطور بفكر البلاتفورم. دبي تعيش الآن تتطور وتدار بالبلاتفورم ثينكينج. هي الآن دبي عبارة عن بلاتفورم، عبارة عن منصة مثل الهب تربط منتجين ومستهلكين، وتطورت بشكل سريع بسبب استخدامهم. هم ذكروا على فكرة أشاروا لها في الكتاب هي وسنغافورة في قضية استخدامهم لمبدأ البلاتفورم ثينكينج. طبعا قضية صعوبة التطوير وصعوبة تطوير المنصات وصعوبة التعامل وصعوبة التعلم والتطوير، هذا يرجعنا لقضية انه في مفهوم اسمه الريد كوين
ثيري اللي هي قضية تتكلم أنه أنت تمشي بسرعة كبيرة حتى تحافظ على مكانك حتى ما تتراجع يعني، وكل عشان تجي تتضاعف السرعة عشان تنتقل لمكان آخر. فالعالم يتغير بشكل سريع جدا، المفاهيم التقليدية والطرق التقليدية في الإدارة لا تستطيع أنها تتأقلم وتتعامل مع هذا الموضوع. في صناعة البلاتفورم والمنصات صعب جدا، وحتى نتعامل معها نحتاج أن نفكر بطريقة مختلفة، من ضمنها أن نفكر في عمل. طبعا هذا الكتاب اسمه Group Genius، هذا الكتاب مشهور يعني يتكلم عن التيم والعمل في تيم، ويتكلم أن العمل الفردي هو خرافة، هو غير موجود، ما في أحد يشتغل لوحده ولا أحد أبدع لوحده ولا أحد أنتج لوحده، كلها خرافات اللي ظهر لنا أن أنتج لوحده خلف فريق عمل. فقضية وجود فريق عمل تعمل معه ومتنوع، يعني هنا ما هو فريق عمل واحد، يعني فريق عمل متنوع. هذا الفريق العمل اللي يشتغل على Airbnb، هذا في مصمم وفي مبرمج وفي راعي بيزنس، كل هذا اشتغلوا كفريق عمل وكملوا بعض، وفريق مختلف يعني حتى طريقة تفكير المبرمج، طريقة تفكيره غير المهندس، غير المصمم، غير البزنس، بالتالي كيف يشتغلوا مع بعض كفريق عمل. هذه نقطة جوهرية. قضية لما احنا ذكرنا منصات تبذل جهد كبير فيها، تحتاج جهد كبير، هذا الجهد المحرك الرئيسي له الشغف، انه يكون عندك شغف، تحرص انك تعمل في شيء في شغف لك، في شغف. قضية التجريب، انك تنزل الميدان وتشتغل وتجرب. زي ما قلت لكم، لو اعطينا اي شخص او اي شركة الان نفس امكانيات مرسول زي ما هي، عملنا كوبي بيست، أو امكانيات فيسبوك او تويتر، لن تجعل منهم فيسبوك او تويتر او مرسول، لان القضيه ليست التقنيه بس، والتقنيه على فكره ترى بيلدون بلاك صارت تشتريها الان، الشغلات تركبها مع بعض وتشتري البيمنت موديل والشغلات الترانزاكشن موديل واللوكيشن موديل، كل اشياء تشتريها تركبها، ما صارت قضيه. القضيه في كيف تفكر بشكل كامل، بشكل على شكل بزنس، على شكل سيستم، وكيف تستطيع انك تفكر تربط بين تغيير نموذج العمل وايضا التقنيه، وايضا تفكر في قضيه الاكسبيرينس، تبني الثقه وتجذب الناس وتقدم ثقه، تقدم قيمه. اترككم بثلاث تحديات رئيسيه، هذه التحديات نتحدى انفسنا نتبناها. قضيه نرجع الان للموسك فيرست برنسبلز، اللي هو كيف تحاول انك تتخلص من الافكار اللي عندك، من نجاحاتك، حتى كيف تتخلص من تخصصك. احيانا على فكره يكون تخصصك هو اكبر معيق لك. هذه الأشياء كلها ترجعك لقضية المبدأ، كيف تتخلص من الأفكار الحالية ونجاحاتك الحالية. النقطة الثانية، كيف تفكر كبلاتفورم، يعني بدل ما تفكر أنك تكون أنت منتج فقط وتقدم شيء، أو أنك أنت خبير، أو أنك أنت مستهلك، فكر أنك تكون وسيط بين أشخاص يحتاجون بعض، تقدم لهم قيمة، أنك تربطهم ببعض. النقطة الأخيرة اللي كيف تعمل بشكل جماعي في النمو والتعلم والتطبيق، أنك تربط التصميم والتطبيق والتعلم مع بعض بشكل جماعي، ما هو بس أنت كفريق العمل اللي معك، لا، الآن أصبح المستفيدين من المنصة هم جزء من فريق العمل اللي يعملوا معك. هذه طبعا ثلاث كتب، يعني في كتب كثيرة، لكن هذه من الكتب المهمة في المجال، في اللي يبغى يدخل أكثر في موضوع المنصات، هذه الكتب الموجودة. أتمنى الموضوع يعني يكون في شيء أضاف لكم شيء. طبعا هذه الأشياء اللي تكلمت منها على فكرة ما فيها شيء جديد، كلها أشياء موجودة حولنا، كلها أشياء نعيشها ونستخدمها ونستفيد منها ونتعلم منها. على فكرة ترى أحد طرق التعلم على المنصات إنك وأنت تستخدم أي منصة تشوف كيف يتعاملون، مثلا لما تركب مع تستخدم رسول تشوف الابليكيشن كيف، ايش يجي عندك، ايش يجي عنده، كل هذه الاشياء ترى على فكره اشياء بسيطه ونتعلم منها، موجوده عندنا المنصات يوتيوب تويتر فيسبوك، منصات تعليميه كلها كيف نتعلم ونستفيد منها. دور الاسئله يا محمد. يعطيك العافية دكتور عبد الله على هذا العرض الشيق والجميل حول المنصات بشكل عام. دكتور ظاهر يطالبون أنك ترجع لشريحة الكتب الأخيرة، تخليها ظاهرة أثناء الأسئلة. بالنسبة إذا حد عنده أي سؤال الأخوة والأخوات ممكن يكتب عن طريق الشات. فيه بعض الأسئلة اللي وصلت يعني في بداية اللقاء،
في أحد الأخوة أو أحد الأخوات سألت ماذا يعني تصميم الخبرة بشكل سريع دكتور؟ التصميم طبعاً هذه طبعاً بعضهم على فكرة يترجمها الإكسبيرينس يترجمها خبرة، بعضهم يسميها تجربة، الترجمة حسب الترجمة اللي تريحكم. لكن لما تكلمنا عن مسألة لما تركب الآن تركبين مع أوبر من استخدام الابليكيشن إلى استخدام السيارة إلى النصول المكان اللي توصلين به، أنت عايشة خبرة. الخبرة هذه على فكرة ما هي عشوائية، هذه مصممة، كل شيء فيها مصمم. السيارة اللي تركبينها مصممة بطريقة مختارة بعناية، الدرايفر مختار بعناية، الصور اللي عندك الابليكيشن كل شيء فيه مختار بعناية. الثقة، بناء الثقة هذا جزء من بناء الخبرة الجيدة. قضية الجذب، كل هذه عبارة عن الخبرة، هي النظرة العامة لخبرتك اللي وانت تعيشين شعورك وانت تستخدمين هذا المنتج. يعطيك العافية دكتور. دكتور ذكرت في البداية انه نحن نبدأ المجتمع قبل بناء المنصة أو التقنية. كيف نبني المجتمع وما في منصة؟ فين يلتقون؟ صحيح، هذه نقطة توقعت أن يثار فيها. أنت ما أسألتك صعبة يا محمد. أنا أقول أن المنصات هي عبارة عن تقنية بسيطة، يعني إحنا نركز أحياناً ترى ممكن تكون عندك شيء تقنية بسيطة تنطلق منها. طبعاً لابد أن يكون في عملية التبادل. طبعا ممكن يكون عندك على فكرة تبادل، تعمل تجريب بروتوتايبنج لتجريب تبادل بين جهتين، بين مستفيد ومستخدم بطريقة تقليدية بدون تقنية، وتجرب وتبدأ تستخدم تقنية بسيطة. بس ما تنطلق الفكرة الرئيسية، انك ما تنطلق من التقنية بشكل تتوسع فيها وتبنيها بشكل كامل. ابدأ على البيسك سواء تقنية او بدونها، وحاول تجذب، تركز على البزنس موديل اول شيء، تركز على القيمة اللي بتربطها، الاحتياج اللي بتربطه بين طرفين، وتبدأ تجربها. أحيانا ممكن ما تحتاج تقنية تجربها، لكن مع الوقت تبدأ تبني التقنية. الفكرة إن بناء المجتمع على بناء التقنية على المجتمع أسهل من العكس. الحين لما يكون عندي مثلا في أوبر، مثلا الحين أوبر عندهم الانتراكشن عندهم ضخم، يقدرون يبنون التقنية، يقدرون يبنون فيتشرز جديدة، يقدرون يطورون. المشكلة تصير وين؟ لما واحد توه بادي وياخذ الفيتشر حقه كله حقه اوبر ويركبها عنده في الابلكيشن، ولا منصه جاهزه وياخذها ويركبها عنده ويبغى ينطلق، ما يستطيع. هذه هي الفكره. طيب يعطيك العافيه دكتور. يقول ما الذي يميز المنصات في ظل وجود كم هائل من المنصات، يعني الان سواء على مستوى المنصات التعليميه، سواء على مستوى المنصات التوصيل، مثلا تطبيقات التوصيل، يعني إيش اللي يميز المنصات؟ يعني كيف الواحد يقدر يدخل في خضم هذا الكم الهائل من المنصات الموجودة؟ طبعاً احتياجات الناس لا تتوقف وتتغير بشكل مستمر، ومجال الإبداع. يعني المنصات أنا أتوقع تقييمي إنها لبت تقريباً من الاحتياج 10% من الاحتياج للمنصات فقط. يعني على سبيل المثال موضوع التعليم، عندنا منصات محدودة جدا في موضوع التعليم. مجال التعليم انك تعلم الناس بطريقة مختلفة بغير الطريقة التقليدية مجال واسع جدا. على فكرة هذا السؤال ما سألتك كريم لما بدأت في بعد أوبر، ما قالت أوبر سيطر، لا ما سألت السؤال هذا. المجال يتسع والاحتياجات كبيرة، وفي احتياجات على فكرة إلى الآن ما لبت وما تم تلبيتها، احتياجات كبيرة جدا. لكن قضية إنك كيف تتعلم المنصة، كيف تطور المنصة، كيف تتعلم الآخرين، كيف تتحرك بسرعة، هذا التحدي. يعني الآن مرسول يقول، أخ نايف يقول إنه في تقريبا طبعا على فكرة مرسول ما هي جديدة، موجودة في العالم كله، لكن التحدي ما هو في الابليكيشن، التحدي في إنه قضية إنه نزل الميدان وكان يشغل زملائه وكان يشغل أهله معه وكان يعزم الناس المرسولين، هذا المراسيل يعزمهم ويدعوهم ويدفع لهم. القضية قضية ما هي بالسهولة اللي نتخيلها. ترى عمل المنصات، احنا نشوف الآن احنا نتكلم عن منصة مرسول مثلا ونقول والله هذا الرجال جالس يطلع في الآيفون ونشوف رصيده يزيد هو جالس، والناس قاعدين يكبرون وطلبوا، هذا مو صحيح. فترة فترات كان شغال ليل ونهار على أساس إنه يشغل عملية واحدة. يعني تخيل أول عملية لمرسول، تخيلها بس كيف كانت، فيها صعوبة جدا. فقضية المنصات ليست تحدي تقني بقدر ما هو تحدي
بشري وتحدي في التصميم، وتصميم الخبرة والابتكار وتصميم البزنس، وانك تلبي حاجة الناس فعلا يحتاجونها. تاخذ زي ما قلنا مجموعتين يحتاجون بعض، بس ما هم قادرين يجتمعوا مع بعض يعني بالطرق التقليدية. طيب فيه سؤال هنا يقول، هي احد الاخوات تقول لدي سؤال، من فضلك انوي عمل المنصة عبارة عن مشروع خدمي، ولكن لا اعرف كيف ابدا، من اين البداية دكتور عبد الله؟ احنا البداية المشروع، اللي طبعا ما نبغى ندخل في تفاصيل، لكن انا ذكرت انك تبدا بالاحتياج، احتياج الناس اللي بتقدمين لهم الخدمي هذا، الناس اللي عندك لما تفكرين في، لما نفكر في منصة، على فكرة في منصات احنا نتكلم عنها، المنصات في نوعين من المنصات، منصة انك تفتح منصة وتبيع منها او تقدم شيء من خلالها، هذه وان سايد يسمونها، احنا نتكلم عن تو سايدز، اللي هو انك ما تملك الناس اللي يشتغلون معك سواء المنتجين او المستهلكين، بالتالي تفكرين في قضية ان هذول الناس عندهم احتياجات، تفكرين في موضوع الخدمات اللي تفكرين فيها، الشريحتين هذه يحتاجون هذه الخدمة، شريحة المستهلك والمنتج، هذول أول شيء تسوينه تدخلينهم معك، تأخذين عينة وتدخلينهم معك فريق العمل تشتغلين معهم. حتى لو بديتي بدون تقنية ممكن أنك تتعلمين وتطورين نفسك وتبدين، التقنية ليست صعبة، تستطيع أنك تبنين المنصة تطورينها، بس هم جزء من فريق العمل اللي يبدون معك. في الأول مرحلة قضية الاحتياج المتعدد وربطه مع بعض، تربطينه مع بعض وتتأكدين فعلاً أنهم يحتاجون بعض. أحياناً أنت تتخيلين أنهم يحتاجون بعض وما يحتاجون بعض، بس لما تتخيلين فعلا الناس يحتاجون هذه الخدمه يحتاجون، ما تفكرين في الخدمه ولا تفكرين في المنتج، هذا يجب ان نتغير المفهوم، هذا مفهوم ان المنتج هو المحور والخدمه هي المحور، لا، فكري في الناس انفسهم، في واحد منتج وفي واحد مستهلك، هذا اللي يحتاجون بعض، اسمحت قاعد يربطهم هنا في فرصه عمل منصه. في سؤال هنا دكتور، ذكرت على اهميه فريق العمل، يقول كيف استطيع انه اختار فريق العمل بعناية، لانه بعض الاحيان قد اختار شخص، قد يكون هذا الشخص ممكن يكون ناقد او محبط لفريق العمل يعني. صحيح، انا طبعا من الاشياء اللي دائما اقولها، ممكن ما ذكرتها في هذا البرزنتيشن، دائما اقولها قضية لا تشتغل مع احد سلبي ابدا، هذه نقطة بعدها يعني، خلاص ما في جدال في الموضوع، احد عندك فريق العمل سلبي طلع، ما في علاج للموضوع، روح لي، طبعا هذا حديث طبعا بيكون سلبي عن السلبيين لكن يستاهل، أحد معك الفريق سلبي لا تتعامل معه ولا تحطه معك الفريق، هذه نقطة رئيسية جدا. النقطة الثانية، لازم يكون عندك فريق، طبعا الفريق المثالي من وجهة نظري أن يكون في ثلاثة مهارات عامة، هذه المهارات، واحد شغال، واحد ديزاينر، فكرة ديزاينر، واحد فكرة تكنولوجي تقنية، واحد فكرة بزنس، كل هذول الثلاثة تحتاجهم أن يكونوا معك الفريق. طبعا لا تروح تختار ناس أنت مبسوط منهم، ممكن اختار ناس يختلفون معك لكن تتفقون انت وياهم في موضوع الشغف، انكم مهتمين بهذا الموضوع مجال الشغل، لان الشغف يجمع الناس حتى المختلفين. في هنا سؤال، هل لو عندي مجتمع وعملت له منصة تفاعلية لكن هذا المنصة لم تستخدم بالشكل المتوقع، دليل على ان المنصة فيها خلل؟ ممكن تعيد السؤال؟ هل لو عندي مجتمع وعملت له منصة تفاعلية ولكن هذه المنصة لم تستخدم بالشكل المتوقع، دليل أن المنصة فيها خلل؟ طبعاً ما تقدر تحكم بشكل عام، عدم الاستخدام، قلت لك ممكن نرجع ثلاثة أشياء، إحنا لما تكلمنا ذكرنا ثلاثة أشياء، ذكرنا التقنية في المنصة، هذه التكنولوجيا، إذا تقصد المنصة هي التكنولوجيا، هذه واحدة، ذكرنا أنه ممكن ما يحتاجون بعض، أنك ربطت ناس ما يحتاجون بعض، وذكرنا قضية الإكسبيرينس، ممكن ما عملت الإكسبيرينس كويس، ممكن ما خليتهم ما بنت ثقة جيدة بين الثلاثة أطراف، ما قدرت تجذبهم للمنصة. دائما لا تفكر في جزئية معينة، فكر في الكل، في السيستم، الإيكو سيستم كامل، إنه كيف هذا الإيكو سيستم كيف يشتغل، عشان يشتغل تفكر في أول ترانزاكشن، أول عملية، مثلا عندك منصة تعليمية، فكر كيف تشتغل على أول عملية، إنه في واحد يعلم واحد، هذه العملية فكر فيها واشتغل عليها، عملية عمليتين وجب واحد، وشوف تبدأ تتعلم وتطور المنصة وتبني المنصة بناء على قضية الشغل، زي ما قلنا شغل الناس هذول اللي يعلموا المعلم، هذول كلهم جزء من الفريق اللي العمل اللي معك.
طيب دكتور عبد الله، هل الأفضل في المنصات التخصص الدقيق أم أنك تشتغل بشكل عام؟ يعني مثلا لو ضربنا مثلا تطبيق مرسول مثلا يوصل مثلا أي شيء، ممكن في تطبيق ثاني متخصص بالتوصيل، مثلا هانجر ستيشن متخصص بالأكل فقط، يعني مرسول ممكن يوصل أي شيء، يعني بعض المنصات التطبيقات توصل مثلا ورد وهدايا فقط، فهل أفضل التخصص ولا أنك تشتغل بشكل عام؟ طبعا انا اتجنب، انا اتمنى كمان موضوع التخصص انا كلمه ما هي الان في العصر الحاضر ما صارت ايجابيه كثير. فكر في قضيه التركيز، ركز اكثر على شيء معين، على خدمه معينه، على منتج معين او قيمه معينه. اي هذا هو المقصود يعني. اي نعم تركز. انا مع التركيز انك تنطلق بشكل بسيط جدا وتركز على شغله واحده، عمليه واحده فقط، هي المحك، هي العمليه الاولى. اذا نفذت العمليه الاولى تستطيع انك تنطلق اللي بعدها، تستطيع انك تتوسع، لكن هي العملية الأولى إذا نفذتها بنجاح هذا التحدي الكبير، تنفيذ العملية الأولى وتركز على شريحة محدودة. يعني أحيانا بعض الناس يبدون شريحة ويفتح شيء ويفتحها شريحة كبيرة وما عاد يستطيع أن يديرهم فيخربون عليه حتى الناس المنتجين عنده. فموضوع التركيز مهم جدا. دكتور، هل في نماذج جاهزة بسيطة، قوالب يمكن استخدامها كمنصة لمجموعة بعيد عن وسائل التواصل الاجتماعي الاعتيادية؟ ما أعرف، لكن اللي أعرف أنه موجود بس أسماء معينة ما عندي حقيقة، لكن في قوالب الآن كل الشركات على فكرة ترى، يعني لا تتوقع أن الشركات الكبيرة مثلا زي موضوع البايمنت مودلز هذا حق محرك البيع أو الدفع، لا تتوقع أنهم اللي سووه. هي الحين شركات بنوك بس تدخلها في السيستم عندك، بيلدينج بلوك تركبه عندك في السيستم حقك بس، فبالتالي قوالب ونماذج موجودة وبكثرة. يعني اللي يسألون عن موضوع تسجيل الدورة الندوة مسجلة، وراح تتاح يعني خلال الأيام القادمة بإذن الله بعد ما نعمل لها مونتاج. في سؤال أخير قد يكون هذا ختام الأسئلة دكتور عبد الله، يقول أحد الأستاذة مريم عبد الله، كيف أحط معايير للأداء؟ هل يكفي تقييم المستفيد؟ لأن أغلب المنصات نجد أنها تركز فقط على تقييم المستفيد فقط، يعني فما أدري. إحنا الهدف من التقييم هو له هدف، له عدة أهداف، من ضمنها أنك تبني الثقة، من ضمنها أنك تتعلم وتطور المنصة اللي عندك. بالتالي التقييم يجب أن يكون لثلاثة أشياء: تقييم من طرف المستخدم أو المنتج، ومن طرف المستخدم طبعا المنتج يقيم المنصة ويقيم المستهلك، المستهلك يقيم المنتج ويقيم المنصة. بالتالي هذه كلها لاحظ أنها ما هي شغلة بسيطة واحدة، هي عملية معقدة وفيها تعقيد وفيها ترابط، لكنها انظر للصورة الكلية، لا تنظر لجزئية معينة أو عامل معين. تقييم المستفيد لوحده لا يكفي، لازم تقييم موضوع المنتج وتقييم أيضا تقييمهم الاثنين للمنصة. جميل، يعطيك العافية دكتور عبد الله على هذا الطرح الرائع، شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات الحاضرين، الله يعطيكم العافية جميعا. وبخصوص بعضهم كان يسأل عن موضوع الشهادات، كما تعلمون بالنسبة لموضوع الندوات الإلكترونية والويبينارز بشكل عام غالبا ما يكون فيها شهادات، إنما الهدف منها هو نشر العلم والمعرفة المفتوحة للجميع. اللي حاب أنه برضو حنا طبعا نرحب بكم في منصة كيكيو إكس، في مجموعة من الدورات المتخصصة في مجال التصميم، في مجال التقنية، في مجال ريادة الأعمال، فممكن أنكم تلتحقون فيها، وفيها برضو شهادات حضور ومصدقة برضو من جامعة الملك خالد. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم، شكرا لجميع. اسمح لي يا محمد بس اختم بكلمه بسيطه، وهي قضيه انا دائما الحقيقه اتكلم، يعني اذا ودي اخليكم على السلايد هذا، حقيقه المحك ليس في قضيه الكلام او المعرفه، اذا عندك معرفه وما طبقتها وما استفدت منها اسمح لي اقول لك ما لها قيمه. فبالتالي المحك، انا المثل هذا يعجبني كثير، واتمنى ان يعني يكون اخر سلايد تخرجون من هذا اللقاء، اللي فرق مرسول عن غيره من الشركات اللي يمكن فوق 35 في السعوديه هو الميدان يا حميدان. لا تخاف على فكرتك احد يسرقها،
ورك افضل طريقه انك تحمي فكرتك انك تطبقها تبدا تشتغل. اللي فرق بين الناس اللي نجحوا والناس اللي ما نجحوا انهم طبقوا، حتى احيانا يطبقون شيء ضعيف بس انه يتطور وينمو ويتعلمون. فاتمنى انه نختم بهذا السلايد، لان السلايد حقيقه دائما يعني احب اذكر نفسي واذكر الاخرين فيه لانه مهم وجوهري، هو المحك وهو الفارق بين النجاح والفشل. يعطيك العافيه، موفقين، اتمنى لكم التوفيق. شكرا استاذ محمد، شكرا لجميع الحضور. الله يعطيك العافيه. شكرا 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 لك دكتور. الله يعطيك العافيه. الله.